كيف صارت؟ هلأ مشي مفعول الدواء ونامت. منيح. الدكتور عطول هون، ما هيك؟ يعني ما يصير شي معها هون؟ طبعا دكتور الأوتيل قال رح تنام للصبح. يلا امشوا خلينا ننام. خليل إذا بصير شي خبرنا فورا. يلا تصبحوا على خير. شو رح نعمل هلا؟ ضروري تتعالج. رح أعمل كل شي لتتعافى. من شوي حكيت مع الأطباء اللي تحت وقالوا ما في مجال، لازم تدخل المصح، لازم تلغي الانتحار من راسها، لازم تتعلق بالحياة. وبركي هي ما قبلت تتعالج؟ رح تقبل. أنا ما بتحمل عيش بخوف إني أخسرها. هي كل حياتي ساير. قابلتها بلحظة كنت وحيد فيها، ومن وقت اللي شفتها نسيت وحدتي، وكأني خلقت معها. رجعت لي الأمل وحبيتها من أول لحظة، وكأني بعرفها من زمان، ومن هديك اللحظة صارت معي على طول، وكأني عشت عمري معها وما أقدر أعيش من دونها. ميرنا سبب حياتي وكل حياتي. أنا ما بتحمل شوفها هيك. لازم الطيب. أنا رايح. حاول ترتاح شوي. ماشي ماشي. يلا بشوفك. باي. طلع قدامك يا أخي. كنت ملتهي بالأدوية. صار لك شيء؟ لا لا ما صار لي شيء. نعمي على قلبي، بنتي مريضة وبدها دواء بسرعة. طيب معك سيارة؟ لا. إذا بيتك بعيد بوصلك لعندك. لا لا تعذب حالك، بيتي هون قريب. طيب علي العافية. الله يوفقك يا سيدي، شكرا لك.
ميرنا 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 حبيبتي، ما في شي يا عمري، عم تحلمي؟ خفت كتير. روقي روقي حياتي، روقي خلاص روقي. خلي الله تتركني. ما بتركك يا عمري، رح ابقى معك دائما. يلا نامي يا عمري، انا هون جنبك جنبك حبيبتي. تعي حبيبتي. أمينة لوين رحتي؟ كنت هون مع شيماء. موتيني رعبة، فكرتك رحتي. اشتريت الدواء؟ ايه اشتريت. تعي بنتي يلا نشوف. هوبا. جبت مي؟ عادي هون. شفت الشرطة قمت نسيت كانوا رح يلقطوني. الله اطلع بوشك، ما فينا نقعد من دون مي. أنا راجع جيب. في عنا شوي ومندبر حالنا للصبح، خلينا نعطيها الدواء فورا. طيب رح نروح فورا على المشفى؟ ايه يا عمري، حكيت مع الدكتورة ناطرتنا. يا ريت لو جبت معي تياب، طالما رح نطول التياب اللي معي ما بتكفي. أنا رح جيب لك شو ما بدك يا حياتي ولا يهمك. رح نرجع نفترق؟ رح نتحمل الفراق لحتى نلتقي من جديد. رح تزورني ما هيك؟ ما رح تتركني لحالي هنيك؟ ما بتركك ليقلاني الدكتور. خليل يا عمري حابة كتير. طيب مو هيك عم تقولي؟ هاد بكفي بكفي. كتير حابة اني طيب واترك الاحزان ورا ظهري، مو مشان حالي بس، مشانك انت كمان خليل. ايه اخي كيفك؟ ونحن كمان مشتاقين. ميرنا منيحة والله بشهر العسل، ونحن معهم كل الأهل بخير الحمد لله. مرتك كيفها؟ لا يا كيف؟ فهمت. إمتى جاية؟ مين جاية ابني؟ ليلى. طيب أخي أنت بتأمر ماشي، ولا يهمك على راسي والله، الله معك. ليش جاية؟ انتهت فيزتا السياحية ورح تجي مشان تنهي إجراءات الإقامة. إيه خير إن شاء الله. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.